طيب خليني اقول لحضراتكم انه في اللحظه اللي احنا بنكلم حضراتكم فيها انا قلت طبعا وتمنيت الفوز لمنتخبنا في دوري او بطوله الدوره المجمعه لشباب تحت 21 سنه كره طايره. فرقه مصر ان شاء الله هتلعب مع الكاميرون النهارده الساعه 8، وفي الوقت اللي بكلم حضراتكم فيه المغرب بتلعب مع الكونغو. الجوله الاولى كانت مصر لعبت الكونغو وفازت بنتيجه 3-0، والكاميرون لعبت المغرب وفازت بنتيجه 3-1. البطوله دي بتقام بنظام دوري من دور واحد، المتصدر فيها يتاهل بقى يروح مباشره عشان يشارك في مونديال الطايره للشباب. مصر ان شاء الله باذن الله هتواجه منتخب المغرب بعد بكره يوم الاربع في المباراه الختاميه للبطوله، والكاميرون هتقابل الكونغو الديمقراطيه. اجواء البطوله، الماتش اللي شغال، واستعداد طبعا، وده الاهم بالنسبه لنا، مواجهه مصر والكاميرون هنعرفها اكتر بتفاصيلها من زميلنا كريم احمد من داخل الصاله المغطاه في استاد القاهره. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد، وتحياتي لزميلتي العزيزه ساره، وكل التحيه لكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك معانا، ويمكن تنقل لنا كده اجواء البطوله وانا عارف انه في الوقت اللي انت موجود فيه معانا يمكن شايفين جزء من المباراه اللي بتجمع بين الكونغو والمغرب، وتكلمنا كمان عن استعدادات للمباراه الاهم طبعا للجمهور المصري هيتابعها النهارده، مواجهه مصر والكاميرون اللي هتكون الساعه 8. بالتاكيد طبعا يعني نقدر نقول بطوله قويه، يعني يمكن شايفين جيم قوي جدا 2-1 للمغرب دلوقتي. يمكن المغرب زي ما قلنا توقف النشاط عنده يمكن سبب له ازمه كبيره المباراه الاولى، خسارته طبعا باداء كمان كان ضعيف جدا للمغرب، لكن واضح ان الجيم قوي جدا بين الكونغو والمغرب. يمكن في اللحظات اللي انا بكلمك فيها دي 11-8 للكونغو، 2-1 ممكن الجيم يوصل 2-2، يبدا يتلعب كمان جيم من 15 نقطه، فواضح ان الجيم قوي جدا. لكن اكيد الاهم والاقوى طبعا وهي مباراه مصر القادمه امام الكاميرون، فرقه مميزه جدا. فرقه الكاميرون عندها عناصر مميزه وعندها لعيبه اطوالها كمان في الطايره هتساعدهم بشكل كبير، لكن بالجهد الكبير وبالتركيز الكبير اللي فيه لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله، لعيبه النادي الاهلي متواجده مع منتخبنا الوطني والكوكبه كمان والتوليفه اللي اختارها الكابتن هاني عبد الحميد المدير الفني لمنتخبنا الوطني، ان شاء الله انهم يقدروا يتخطوا هذه الخطوه، وتكون مباراه المغرب زي ما انت ذكرت زميلي احمد يوم الاربعاء تكون مباراه بسيطه جدا، ومنها ان شاء الله يقدر منتخبنا الوطني يصل الى كاس العالم. زي ما اكدنا وقلنا المنتخب ده او الاولاد دول يمكن رابع عالم في البطوله الماضيه اللي كانت في تونس، ان شاء الله باذن الله يقدروا يحققوا نتيجه كبيره في بطوله العالم. لكن الاهم طبعا هذه المباراه، وصل بالفعل منتخبنا الوطني بيتابع طبعا جزء بسيط جدا من المباراه، لكن مش متواجدين في الملعب لان في تعليمات اكيد من التنظيم الخاص بالبطوله ان كل اللعيبه اللي بتكون عندها مباراه بتكون خارج الملعب، لكن بيقدروا ان هم يشاهدوا بعض اللقطات بالنسبه للمباراه. مباراه قويه حتى هذه اللحظه لسه مستمره، باكد لك تمام خلاص يعني نقدر نقول تاني يمكن 13-9 على طول النتيجه على طول مستمره، لان في جهد كبير بيبذل من الكونغو، لكن يا رب ان شاء الله باذن الله منتخبنا الوطني يكون مميز في هذه المباراه، يخش في المباراه بشكل قوي جدا وجيد جدا، مش بعيد ان احنا نقدر نحقق كالعاده البطوله الافريقيه، وان شاء الله منها يليق كاس العالم. التنظيم كمان عايز اكد عليه ان حاجه رائعه جدا رغم قله المنتخبات ان يكون متواجد اربع منتخبات، لكن استاد القاهره حاجه رائعه ومميزه جدا، مجمع الصالات والصاله المغطاه تحديدا صاله 2 حاجه مميزه جدا تستقبل هذه البطوله، تستقبل اليوم الثاني لبطوله بطوله افريقيا طبعا تحت 21. كابتن حسن، كابتن سامح حمدي رئيس الاتحاد المصري متواجد، رئيس الاتحاد الافريقي متواجد، عدد كمان هيكون متواجد لمتابعه مباراه مصر القادمه. يا رب ان شاء الله كل التوفيق لمصر، وكالعاده تكون تغطيه خاصه على شاشه قناه النادي الاهلي لبطوله كاس الامم الافريقيه ل 21 سنه كره الطائره. بشكرك شكرا جزيلا زميل العزيز كريم احمد من الصاله المغطاه في استاد القاهره اللي بتستضيف مواجهه الكونغو والمغرب.